انا هتكلم من قلبي وهسيب الكلمه للاعلام يا فتحي بعد كده. اولا انا فخور ببلدي مصر، بلادنا جميله جدا، ونشكر الله من اجل بلادنا الجميله، من اجل السلام اللي عايشين فيه. واجهت بلادنا تحديات كثيره، لكن نشكر ربنا من اجل بلادنا الجميله. وانا فعلا بشعر بسعاده غامره لما بشوف دور مؤسساتنا التعليميه. مؤسساتنا التعليميه انشاتها الكنيسه الانجيليه منذ نشاتها، خدوا بالكم. الكنيسه الانجيليه انشات اول مدرسه لتعليم البنات في مصر. والكنيسه الانجيليه مهتميه بالتعليم ومهتميه كمان بالقسم الخاص. وانا هنا اهني مس ميري ومس جانيت على هذا التميز الرائع جدا، احب نحييهم تحيه كبيره جدا. انا سبت كلمتي المكتوبه اللي تاثرت بيها وانا قاعد وبتكلم مع معالي الوزيره، احنا نسينا كل حاجه واستمتعنا بالبرنامج ده. وانا اللي سعيد من اجله ان احنا بالنسبه لنا العمليه التعليميه سواء في مدارسنا وفي القسم الخاص لا تقف فقط عند التعليم، ولكنها تمتد الى بناء الشخصيه وبناء منظومه القيم المهمه اللي بتساعد الشخص. اتكلموا عن الامانه، الاوبريت اللي بيجسد صور جميله من مصر في شهر رمضان اللي انا شفته النهارده يا جانيت اثر فيا بشكل كبير جدا. وبقول للامين العام والرئيس المجلس والسنودس ان احنا يكون عندنا اقسام خاصه ونتوسع لهذا الامر في المستقبل، امر مهم.